السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. درس جديد لبرنامج أدوبي بريمير برو. في هذا الفيديو سأتكلم عن التحسينات في نافذة Essential Graphics. من قائمة ويندو نختار Essential Graphics. ستجد لدي خياران: My Templates هي القوالب التي قمت بتنزيلها، وأدوبي ستوك هو المتجر الذي فيه القوالب. عندنا نوعين من القوالب: قوالب مدفوعة بريميوم وقوالب مجانية. بإمكانك الآن اختيار المجانية أو المدفوعة لكي تظهر لك في هذه النافذة. فنختار مثلا Free المجانية، بعدها تظهر لديك القوالب بهذه الصورة. من المميزات الجديدة أنه بإمكانك رؤية القوالب قبل تنزيلها بتمرير الفأرة بهذا الشكل. فلو أتينا مثلا إلى هذا القالب، لاحظ معي سوف أشاهد هذا القالب قبل تنزيله. وأيضا بعض القوالب المتحركة أيضا بإمكانك الانتظار بضع من الثواني وسوف تظهر لك المعاينة الخاصة بهذه القوالب. لو أردت مثلا رؤية بعض من التفاصيل الخاصة بقالب معين، فنأتي مثلا إلى هذا القالب وعندنا في الأسفل علامة تعجب. عندما نأتي إليها سنجد كلمة إنفو، فنضغط عليها مرة واحدة، سيظهر لدينا الاسم بهذا الشكل، وهنا المعاينة، هنا السعر مجاني، وهنا duration المدة هي ثانية واثنان جزء من الثانية، file size الحجم، وهنا وصف بسيط لهذا القالب. فتجد الأبعاد وتجد اللون وتجد بأنه مستحسن نسخة البريمير سي سي. بعدها ترجع بهذا الشكل. ستجد أيضا خيار آخر في نافذة My Templates. في نافذة My Templates ستجد خيار النجمة الذي هو المفضلة. فبإمكانك الآن تنزيل مجموعة من القوالب وبعدها وضعها في خانة المفضلة لكي تصل إليها بصورة أسرع. كمثال لو أتينا إلى هذا القالب، سوف أقوم بداية بتنزيله بالضغط على هذه العلامة، علامة التنزيل. أنتظر بضع من الثواني وسأجد علامة الصح هنا، معناته أنه قام بالتنزيل. بعدها سأذهب إلى My Templates، وبعدها إلى نهاية القائمة سأجد القوالب التي قمت بتنزيلها. فعندي هذا القالب أريد وضعه في قائمة المفضلة. قبل أن أقوم بوضعه في قائمة المفضلة سأذهب إلى علامة النجمة وأضغط عليه مرة واحدة، سأجد القوالب السابقة التي قمت بعمل المفضلة لها. فألغي هذا الزر في هذا المكان وأرجع مباشرة إلى القالب وأضغط علامة النجمة بهذا الشكل وأرجع إلى النجمة، سوف تكون لدي ثلاث قوالب. فبعدها راح يكون عندي القوالب بهذا الشكل، فممكن أسحبها وأخليها على التايم لاين، وبعدها ممكن أستخدمها كانتقال بين مقطعين بهذا الشكل، المقطع الأول والمقطع الثاني. من المميزات الجديدة أيضا أنه بإمكانك تحريك النصوص والأشكال عن طريق النافذة نفسها. كمثال لو ذهبنا مثلا إلى صندوق الأدوات الموجود عندنا في التايم لاين، أداة النص، بعد أحدد على الشاشة وأكتب كمثال حسن. بعدها من أداة التحريك ممكن أخلي النص في نصف الشاشة مثلا. بعدها أقوم بالتعديل على الألوان وغيرها من الأمور والنصوص والعبارات وغيرها من الكلمات، فممكن أختار اللي أنا أريده. مثلا يكون عندنا هذا النص بهذا الشكل. لو أردت تحريك هذا النص سابقا لازم تروح على Effect Controls، ومن خيار Text هنا الاسم الموجود عندك تذهب إلى Position Scale Rotation Opacity و Anchor Points، كلهم تقوم بالتحريك من هذا المكان، تعمل Keyframe وبعدها تحرك، تعمل Keyframe ثاني وتحرك وغيرها من الأمور. حاليا لما تضغط على النص الموجود عندك في هذا المكان وتذهب إلى Edit في هذه الصورة، فستجد خيارات Toggle Animation for Position، Toggle Animation for Scale، Toggle Animation for Opacity، Toggle Animation for Anchor Point، و Toggle Animation for Rotation. فبإمكانك الآن التحريك من خلال هذه الأدوات. كمثال سأقوم بتنزيل النص في هذا المكان مثلا، بعدها أريد التحريك إلى الأعلى، فأذهب إلى خيار Toggle Animation for Position، أضغط عليه مرة واحدة، بعدها تلقائيا لاحظ معي عملنا Keyframe، فأحرك شوية سواء من التايملاين أو في الأعلى في هذا المكان مثلا، بعدها أريد تحريكه إلى الأعلى، فآتي إلى تحريك النص بهذه الصورة. فلما نرجع الآن لاحظ معي صار عندنا Keyframe
عن طريق إيش؟ عن طريق هذه الأدوات الموجودة على جهة اليمين. فممكن إذا حد هذه الثانية بعد أعمل زيادة في حجم النص، فأذهب إلى Toggle Animation for Scale، كليك واحد عليه، أعمل لنا كي فريم في هذا المكان، فأحركه شوية كم ثانية، وبعدها أزود بالحجم. كمثال خلينا نزود بهذه الصورة. فلما أجي راح يكون عندي النص أول شيء من الأسفل بهذا المكان، بعدين يكبر بهذه الصورة. بعدها أريد دوران، فأروح على Rotation، Toggle Animation for Rotation، وبعدها أعمل دوران صغير مثلا خلينا نقول بهذه الصورة. أوكي، هذه يكون النقطة الأولى، سوري، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تكون هنا، أوكي، يكون بهذا الشكل. فلما نجي أول شيء الحجم، وبعدين يكون عندنا الروتيشن بهذا الشكل. أنت ممكن أيضا تستخدم الأنكر بوينت، ممكن تستخدم الأوباسيتي. مثلا للأوباسيتي ممكن أضغط بهذا المكان النقطة الأولى، والنقطة الأخيرة ممكن تكون بهذا الشكل. فنأتي إذا النص ونشوف الحركات اللي احنا سويناها راح تكون عندنا بهذه الصورة. ان شاء الله يكون الفيديو واضح لكم. لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الاشتراك فيها، ولا تنسوا ايضا تفعيل الجرس لكي يصلكم اشعار بكل جديد يرفع القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.